يسار. السلام عليكم. وعليكم. وي دوزينا. اكي راك داير؟ الحمد لله بخير. بيان والله الا كيعجبني عندك واحد الديسك ديال هذاك في ديك الدار العاليه تما يسكن محبوبي. تيشوف شي وحده في السفليه صاحبي ما كتزيد لك مشاكل. تحيه صديقه تحرش. مزيان مني جيتي اليوم نيت نتشكاو عليك. عرفتي مؤخرا كانت ضراني المعده، مشيت على الطبيب دوزت قال لي خصك ما تبقاش تاكل الكروفيت والكالامار وبسطيله ديال الحوت. لو كنت كناكل هادشي كاع ما نمرض. قلت لي راه الحرقه ديال المرقه هي اللي دارت لي هاد الحال. سبحان الله العظيم كتبغي تدخل للسبيطار كتوحل مع السيكيريتي ديال الباب، كيبان لي راسك مفرقع وبارك لك هادشي فين غادي؟ غادي ناكل الريب، غادي نخيط. مشيت دخلت بلاصه المستعجلات كتبان لي الدنيا كلها دمايات. قلت هذا روق على معايدين مع السعوديه ذبحوا قبل منا. شويه بالي واحد خاينا باغي يخيط يدو، خرج عندو الطبيب قال لي راه باغي نخيط. قال لي ما كايناش البرا، سير جيب برا. مشى شرا البرا، جا قال لي واش شاب عقلك جايب البرا وما جايبش معاك الخيط؟ سير جيب الخيط. مشى جاب الخيط قال لي ها البرا ها الخيط فين هو البنج؟ مشى جاب البنج قال لي ما كايناش ناموسيه فين تنعس. قال لي غنمشي للدار نجيب واحد السداري. قال لي جاي جاي جيب معاك شي كيلو ديال الكفته والله ما معشين. جابوها شواوها تعشاو ولفهم ولفو بقى معاهم تم راس بارك الله. دابا هو ولا هو اللي كيصايب شي هذا طبيه الدراري اللي باغيني منكم. سبحان الله العظيم الاطباء ديالنا كتلقاهم ما فاهمينش مع بعضياتهم. كتمشي عند واحد كيقول لك انت عندك القلب، كتمشي عند الاخر كيقول شكون اللي قال لك عندك القلب؟ انت عندك الماء في الركابي. كتمشي عند الاخر كيقول شكون هاد العالم اللي قال لك عندك الماء في الركابي؟ انت عندك الحجر في الكلاوي. ودابا كتمشي في كشقيقه كيقول لك الطبيب ضروري خصك تفتح. كتقولي علاش؟ كيبدا لك بالفرنسي باش ما تفهمش. كيقول لك دابا انت عندك لو ميغاكل اكسكلاماتيف ابوستروف كونجيغيزون اورتوغراف دو لا جويوز انيفيرسير. واحد الدري صاحبي تهرس مبغاش يمشي للسبيطار ديال المخزن، قال غيتكرفصوا عليا مشى للكلينيك. مشى للكلينيك خرج عند الطبيب قال لي شو غنديروا لك واحد الراديو ب 12000، إلا كنتي مهرس غنديرو لك القبص ب 5000، غتشري جوج عكاكز ب 24000 والضوء ب 14000، غضرب 15 يوم وترجع نحيدو لك القبص ب 8000. قال لي شحال؟ قال لي 1.40 مليون. قال لي درت القبص للدار فوق ولتحت وما طلعش يابا تاني. وحنا الوحيدين اللي عندنا الإسعاف مصبوغة بالحمار، علاش؟ زعما ما كانش الدم والله لا ركبتي فيها. واحد جدي مؤخرا دينا للسبيطار بغينا ندوزو ليه، دخلته الفرمليه بغات تدق لي البرا، قالت لي الحاج هبط السروال. قال لها شنو هو؟ قال لها الحاج البطالي وما لا يعرفوه. هزي الدرابو مع الاليمان، هزي الدرابو مع الساليكان. قالت لي الحاج هز سروالك راه دقيت لك البرا. الفرمليه ديالنا كتلقى اكبر كذابه. ملي كتولد شي مره كتمشي عند راجلها يا خويا الدري عباه، يا خويا الشوفات باه، كيعطيها 400 كتمشي عند نسيبته. يا اختي حمد الله مني ما خرجش كيشبه لكم لا داك المقمقم ديال راجلها. حمد الله. قالت لي يا اختي عسنان جده، هي جده راه عندها وحده هنا وحده هنا، كيبان فما بحال البطوات ديال المينيفوس. والفرمليه عندك واحد الحاجه اخرى. مؤخرا في الانترنت قريت واحد الاعلان ديال السويد قال لك طالبين 4000 فرمليه، ومن المواصفات ديالها خصها تكون زوينه رقيقه ويكون عندها حس كوميدي باش تفوج على المريض. وتصور تكون مريض وتجي عندك فرمليه سويديه زوينه واخا تكون فاتحه الدواره تقول لك لاباس لاباس لاباس. اي والله لاباس بالله.